هيتس ميوزك هيتس ميوزك هيتس ميوزك دورة بين الموسيقى والسينما وآخر الأخبار الفنية. هيتس ميوزك كل سهرة سبت على الحياة فات زهرة الحياة. سيغما أغوت بلاك إيمت، رجعنا معاكم على موجات إذاعة الحياة فام 90.3. الغنية اللي كنا سمعناها واللي خرجت في 24 مايو 2014، واللي جابت أكثر من 215 مليون فيو على اليوتيوب. الغنية اللي كتبها ولحنها ألفا ديالو، ولا كيما كنا عرفناه باسم بلاك إيم، اللي بدأت الكاريير متاعه في جروب الهاب في جروب الراب والهيب هوب سيكسيون داسو، اللي بداو في 2002 في باري. الغنية هذه معناها خرجت من عند فنان اللي هو كان زيدا في الجروب هذا، الجروب اللي خرج برشا غنيات سمعناهم وعرفناهم كيما غنية ديزولي، وزيدا اللي خرج برشا فنانين كيما ماترو جيمز اللي الكلنا عرفناه باللونات متاعو، اللي كان بالحق ياسر اكسبسيونيل، اللي زيدا جاي وحضر في مهرجان قرطاج الدولي. الجروب هذا كان يخدم على لابيل دو برودكسيون واتي بي، واللي زيدا تلهي لابيل هذا بالكارير متاع بلاك ايم حتى ل 2021 وين خرج بلاك ايم وصحح كونترا جديد مع سوني ميوزيك تي اف ان في 2022. بلاك ايم اللي عمل برشا، اللي خدم 3 البومات في 2014 2016 وزاد في 2019، واللي زاد قاعد يخدم في البوم الرابع للالبوم الجديد لليجند بلاك، اللي زاد عنده نفس الاسم تاع الغنية اللي باش نحطوه لكم بعد شوية. بلاك ايم قاعد يحاول ينتج، قاعد يحاول يحسن، خاطر عنده برشا ما خدمش، عندنا برشا ما سمعناش جديد بلاك ايم. بلاك ايم العام هذا باش يرجع لنا بالبوم جديد مع برودكسيون جديدة. تخليكم توا مع لا ليجوند بلاك، بلاك ايم.